من امين، لانه ليس لنا معي شلد نذكر انا سواك اللهم اجعلنا مستحقين كل بشكر ابانا الذي في السماوات. Siempre Cristos Jesús ven. Schlil. Bebe, Reposi. نشكر ثناء الخيرات رحم الله بربنا لا نخلصنا سوى المسيح لنا وسطرنا عندنا حفظنا قبل ان يشفق علينا عضدنا من هذه الساعة هو ايضا فنسال نحفظه في هذا اليوم المقدس. وكل يوم حتى بكل سلام الضابط كل رب لا هنا يا سيد رب الله ضابط كل رب ربنا لنا وخلصنا سوى المسيح نشكرك على كل حال من أجل كل حال في كل حال لأنك سترتنا عمتنا وصنا قبلتنا ليك وأشفقت علينا عضتنا تيتا بنا على هذه الساعة اطلبوا لك يرحمنا الله وترأف علينا واسمعنا وعيننا واكبر سؤالات وطلبات قديسي منه بالصلاح عنا في كل حين واغفر لنا خطايانا يا رب. لأجل هذا نسألون نطلب من صلاحك يا محب البشر من احنا انكم من هذا اليوم المقدس وكل يوم حتى كل سلامة مع خوفك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومامرات ناس الأشرار قيام العداء الخفين والظاهرين انزح عنا وعن ساري شعبك وعن هذه الكنيسة عن موضوعك المقدس هذا مصالحات ونفعات فرزقنا إياه لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوة العدو يا ليسونا من مار نوشتن تترية سزواب تبيوت نمب شرين ببناب مع سواب أرن خال صلى الله بالكل ربنا لا نخلص نسوى المسيح نسأل ونطلب من صلاحك محب البشر أذكر بمرضى شعبك يا رب تعادهم بالمرحمة رفض شفية امزع عنهم عنا كل مرض وكل سقم من روح الأمراض ترضوا الذين أبطأوا مطروحين في الأمراض أقيموا معزهم
والمعذبون نروح نقص عطاكم جميعا الذي نفس جناه مطابق الذي نفنا في السابع والمقبض عليهم في بداية المرة يا رب اعطاكم جميعهم ورحامهم لأنك تلصح تحل المربطين وتقيم الساقطين رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له معين عزاء سركم من لزم في العاز كل الأمس المطلق والمقبض عليها يا رب رحمة أعطيها راحة أعطيها برود أعطيها نعمة أعطيها معونة أعطيها خلاص أعطيها غفران خطاياها وثامية ونحن هذا رب من المستشفى التي الأجسادنا عافية أيها الطبيب الحقيقي الذي أنفسنا أجسادنا يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصك يا رب ارحم نسأل ونطلب من صلاحك محب البشر أذكر رب سعيد وكربين وشكر الذين يقربون كرامة ومجدا لاسمك القدس يا رب أجوال عليك المسبعك المقدس ونادك السماعي راحت بخورتك العظماتك التي في السماوات بوسطة خدمتك ملاتك ورأس عملاتك المقدسين وكما قبلت إليك كربين هابيل الصديق وصفات أمين أبراهيم وفلسة الأرملة هكذا أيضا نظر عبي لك أجوال عليك أصحاب الكثير وأصحاب القليل الخفيات والظاهرات والذين يريدون أن يقدموا لك ولا سلام والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القرابين أعطهم الباقيات عود الفنيات سمات عود الأرضيات لبديات عود الزمنيات بيوتهم مخزنهم لا من كل الخيرات أحيطهم ربك وتملأتك رسولتك الأطهار وكما ذكروا اسم القدوس على الأرض أذكرهم هم أيضا في يا ربي في ملكوتك في هذا الدهر لا تتركهم عنك يا رب فنصبح مع الملائكة القائلين مجد الله في العالي وعرض السلام نصلي نصبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق مجدك نشكرك لك العظيم مجدك الملك على السماوات الله الأب دعوت كل يا رب الابن الواحد الوحيد يسوع المسيح الروح القدس يا رب الإله حمى الله ابن الأب رفع خطية العالم ارحمنا يا حامل خطية العالم مكبوت في البطن اللي جالس على يمين ارحمنا أنت وحدك قدوس أنت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح الروح القدس مجدا لله الأب أمين بارك كل يوم أسبح اسمك القدس للأبد والأبد أمين منذ الليل وتبكر إليك يا إله لنا ومالك النور على الأرض كنت أطلق دارك لك صرت لي معينا باكرا بتسمع صوتي بغداك فرموك وطراني قدوس الله قدوس الكوكب قدوس الحياة الذي لم يموت الذي ولد المعذراء ارحمنا قدوس الله قدوس الكوكب قدوس الحياة الذي لم يموت صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس الكوكب قدوس الحياة الذي لم يموت الذي قام الأموات وصعد السماوات ارحمنا مجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل وين ظهر دور كل أمين يا سلوس قدوس ارحمنا يا سلوس قدوس ارحمنا يا سلوس قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا سامنا ولا دلتنا يا رب افتقر مادة شعبك شم من أجل اسمك قدوس أبانا وخطنا الذين ركضوا يا رب منع نفوسهم يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا الذي بلا خطايا يا رب عينك قربتنا إليك لك العيد والتقديس من سيدك يا رب ارحمنا يا رب بارك يا السماوات تقدس اسمك لازم ملكوتك تكون في الشدة كما في سماك زالت الأرض خبزنا كما نعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا ذنوبنا لنا واغفر في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين هرب خريستوس يسوس بن شوس أمين الليل ويا شير نت أنت هو روس يسوع باسمه ونوت أو إن برسينوس إن سيون إفنت ماس نوت مافن بخريستوس أني أنت روس الشير شوية مشير من أنت تفكر إنه بين عن أبوي شير سيد تسميس إيمان إن بيو أين تاب مي بخريستوس بن نوتي تي برسينوس يسوع Τι παρσένος Μαριάμ, τι σωτοκός εσουάπ, τι επρόστα της έτενοχότε τε ευγένες ούτε τη μητρών. Τι παρσένος Ιωροϊμή, Σερινή ότι παρσένος Ιωροϊμή, Ναι. I'm going to be a little bit
Abiso Eno po khabire Veno visos Beno divaro emmi Shana ethikere Yegoyari Temevritin away En nai Sotichamso Araso Tenevshini Toayin nai Pariba Mevichem Beknai Shalini Tebini Tavimogo Beshoi Siso Sember Soyem Moi Chembek Gon Tolde On Chembek Envon Emertiet Voin لأنك تشأ موت القديم مثل ما يرجع ويحيى ترى أحال ضعفي ولا تنظر لي بغضب Novi so basho is iron novit benoti ba oro emro pero ni novi etai to ti ro basho Allah shoy sari owini emibritin niremnini binay etab ermitatanin akkanuno vino oevon marinin mednai tai beshoy tenoi sitoche vonnem baila oskano esmirat karos edvaito ethobhemmo kepshoy termoti betsoti rember erinno abne mea nokhabibo benre For Novi, the Bolivar Colony, Ti parseno se oro e mia di sini Sherep shoshon te pengen sarep volan in meno in Ti ovari ben meviati e vero stati Se te no et narem ben shoi Si tu beferesto Ti fkene novina nevo Maazdi mekum nur hakeka Numa gidik tu azraq Ti soli di lilih Nen kule tenam khalas العالم Ata khalas nfus Nen magdulaka seyidna malikna Masih fakhr rusul Ti shoda ta lisa Tukit sabit kines Ofran khatay Nubashi kisalus kudus Laut wahid nas gudar يا رب رحمي يا رب رحمي يا رب رحمي بالحقيقة نؤمن بله واحد الله الآب داوت كل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من آب قبل كل دهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب الجواهر الذي كان كل شيء هذا لازم لأجلنا نحن بشر من أجل خلاصنا نزم السماء وتجسم الروح القدس مر مع زراعة الناس صلوا عنا على هذا بلص البنتي تعلم قول قام بين مواد كلام وسلس كما قدر بعد السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجدي الذين أحيا والأموات نعم نؤمن بروح القدس الرب المحب بس بالاب نسجد له ونمجده على اب والابن الناطق الانبياء والكنيسه واحده مقدسه جامعه الرسولين نعتبر معوديه واحده مغفره الخطايا وننتظر قيامه الاموات وحياه الدهر الاتي امين تنجوش تفول خاي تنتي انا ارتاسي تنتني رموت نمبيون تنتي بيروني سنيو امين اللهم ارحمنا قرر لنا رحمة ترفع علينا آمين يا رب آمين Asen helpam as Amin. وفغضبك عنا وافتقدنا بخلاصك واغفر لنا خطايانا. أمين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. شنيل يا سيد ربي يسوع المسيح الهنا الذي خاطب تلميذه القديسين وصلاة هار مكرمين قائلا
إن أنبياء نبرا كثيرين أشتعني أروا ما أنتم ترون لم يرى أن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا ما أنتم فطوب لعينكم لنا تبصر لأذانكم لنا تسمع فلنستحق أن نسمع نعمل بإنجيلك المقدسة بطلبات قديسك سألوا من أجل إنجيل المقدس يا رب أذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أوصوا أمر نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفع إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاءنا كلنا وقياماتنا كلنا أنت الذي Consumento agio evangelio. Kuzmarot in juis ni yuchan Avraham shusin tinigom ki eri avlogus anak tukam atalukan agio evangelio antanag nosmam. Moksa tikere Listen to the Holy Gospel, a reading from the Gospel according to our teacher, St. Luke. May his blessing be with us all. Amen. So, but not even zero, but not a tear in. Jesus, my Christos, if she name if not it on Beon of Shine Beofa Benotibe Zoxan Tigere. Teacher David, the prophet and the king, may his blessings be with us all. Amen. Be merciful to me. Oh, God, be merciful to me, for my soul trusts in you, and in the shadow of your wings, I will make my refuge until these calamities have passed by. Comes in the name of the Lord, our Lord God, Savior and King of us all, Jesus Christ, Son of the living God, to whom is glory forever and ever. Turned from the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, being tempted for 40 days by the devil, and in those days he ate nothing, and afterward, when they had ended, he was hungry, and the devil said to him, if you are the Son of Man, command the stone to become bread. But Jesus answered him, saying, it is written, man shall not live on by bread alone, but by every word of God. Then the devil, taking him up on a high mountain, showed him all the kingdoms of the world in a moment of time. And the devil said to him, all this authority I will give you, and their glory, for this has been delivered to me. And I give it to whomever I wish. Therefore, if you will worship me before me, all will
be yours. And Jesus answered and said to him, Divide me, Satan, for it is written, You shall worship the Lord your God, and him only you shall serve. Then Jesus brought him to Jerusalem, set him on the pinnacle of the temple, and said to him, If you are the Son of God, throw yourself down from here, for it is written, He shall give his angels charge over you to keep you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. And Jesus answered and said to him, It has been said, You shall not tempt the Lord your God. Now when the devil had ended every temptation, he departed from him until an opportune time. Glory be to God forever. Ya Rabbana allazi fis samawat. Tempe Christos Isos Benchois Tasivras Vonto Kreo Aklenate Nopion So Kireye Ros Komente Metavobo Amin Ireni Posi Nevmati Ayas Tadu Knap Lebelez Kata Kullu Rupata Kata Mkullam Kullis Al Muhayla Zena Fawutu Lim Kudus Sena Usul Athar Wakan Lak Burah Kudus Mana Fartum Lam Kata Yam Gufra Tum Napsu Am Sikana Antana Nodan Yaslan Kubrus Kul Athar Al Am Tazim Fika Hnod Kul Zaman Fika Nisaka Mkada Safur Khta Al Ardar Bita Hullu Kullu Rupata Tuzul Man Ayan Dan Nisa Atlum Sakhum Bashar Abidak Aba Akhwata Dafi هؤلاء المحرمون من المقدس رزقنا رحمتك طعنا كل ربطات خطايانا كنا أخطأنا لك شيء بعلم وبغير علم وجزع كل فعل بالكل بصغر كل فانتساء ضرب ضعف البشر كصالح محب البشر اللهم نعم لنا مغفرة خطايانا باركنا طهرنا حلنا حل سائر شعبك املأنا من خوفك وقوم نرات المقدس صلى الله أنك أنت عليهم بكل المجد والكرم والعزة السجود مع بك الصالح روح القدس المحرم سألك الآن وكل أوانا ضهر الدور كله أمين أمين كريا ليسون كريا Aison keria laison amin alleluia du sabatri ke io ke agiob nefmati Keni kai ke stosion antonion on amin Teno se volen goem moce open choi sifos de Christos Agnasta vine reia Gone mene o ne mene gocha entem sotem kene novi Sotem mono vonainan keria laison keria laison Keria floge son amin esmo My Royce, Tima Tanya Kone, Evo Gompier, Christos Venoti, Amina Sacho. يا ملك السلامات انا سلامك كل انا سلامك وفر لنا خطا لك الكون المجد والبركه والعزه لابد امين ميك اس سورس اوف ثانك فور اور فادر ارت ان هيفن حبت الله لابن نعمه الابن الوحيد ربنا الهنا كل اسم سوى المسيح شرفت مهبه وتعطيت روح القدس فلتكن مع جميعكم امين
صلاة الساعة الثالثة والساعة القدم المسيح ملك الغفلان خطيئنا من ثلاثة من زمير أبينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا أمين. سو من فصل مشارة الإنجيل معلمنا مار يوحنا البشير بركاته على جميعنا أمين. And the comfort of the Holy Spirit whom the Father will send in my name has come. He shall teach you all things and bring to you all remembrance all the things I said unto you. My peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world gives do I give unto you. Let your heart be troubled, neither let it be afraid. You have heard how I said unto you, I go away and come again. And to you, if you love me, you will rejoice, because I said I go unto the Father, for my Father is greater than I. And now I have told you before it comes to pass, that when it comes to pass, you might believe. I will not talk much with you, for the prince of this world comes and has nothing in me, but that the world may know that I love the Father, and the Father gave me a commandment, so I do arise. Let us go from here. I am the true vine, my Father is the vine dresser. Every branch in me that bears fruit he takes away, every branch that bears fruit he prunes, that it may bring forth more fruit. Now you are clean through the word which I have spoken into you. Abide in me and I in you. والمجد لله دمنا بدنا منكم قال الله بسلام نسجد لك المسيح مع بك الصالح الروح القدس لأنك
أتيت وخلصت أنا الروح القدس يا رب الذي أرسلته على تلاميذ القديسين وأسركم المكرمين فوق تسعة ليس هذا فنظامنا الصالح لكن جددوا في أحشائنا قلبنا كنك في الله رمس جدد في أحشائي لا تطرح من قدام الروح القدس لا تنزعه مني رب الذي أرسلت الروح القدس على تلاميذ القديسين وأسركم المكرمين فوق تسعة ليس هذا فنظامنا الصالح لكن نسألك أن تجدد في أحشائنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما ومحي روحنا بالأفر القداسة العدالة والسلطة القادرة كل شيء لأنك أنت أداء نفوسنا يا من يدير كل إنسانات العالم ارحمنا يا ولتلي أنت الكرم الحق الحمل عن قد الحياة نسألك وتعلم أنت لنعمة من رسم نجل خلاص نفوسنا بارك ربي إلهنا بارك ربي يوما في يوم نهاية تركنا لأنه إله خلاصنا أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان مالك كل كنس الصالحات ومعطي الحياة هل لما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وعطيتهم السلام هل لما أيضا كن معنا من نحن سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا إذ ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كل قيام في السماء يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة Holy God, Holy Might, Holy Mortal Our Father art in heaven. So among the spreading according to Saint Matthew, may the blessing be with us all. Amen. And seeing the multitudes, he went up on the mountain. And when he was seated, his disciples came to him, and he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they revile you and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. You are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden, nor do they light a lamp and put it under a basket. But out of lamps, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. والمجد لله دمنا بدنا منكم قل الله بسلام نسجد لك المسيح معك الصالح والروح القدس لأنك أتى تخلصتنا من في يوم السادس فوق تسعة السادس مرت على صلي منك الخطأ لا تقر على أبونا دم في الفردوس مزق سخت المسيح لأنه خلصنا صرخت لله ربي سمعني الله مسك بصلاته لا ترفض الباطل التفت إليه اسمعنا شباب بكر وقت وزور كلامي أقوله فاسمع صوتي خلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح لأن الله سمرت على صلي وقت تسعة السادس خطأت الخطأ بالخشوعة من موت كل ذو الإنسان الذي خلقته بأديك الذي مات بالخطية اكتر أوجعنا بلغ شفية المحيا ابن سمير الذي سمرت بأنكز وقلنا متأشم الهولية والشهوات العالمية تسكرح كم سمايا كرافتك إنك عيك سوسيون الصوني أونو آمين إذ ليس لنا دلال الحق المعصرة من أجل كسرت خطأنا فنبكنا تواصل الذي ولد منك وليت للعذراء لأن كثير أشفاتك ومقبول عندهم خلصنا تلوم الطهر لا ترفض الخطأ من شفاتك عند الذي ولد منك لأنه رحم ونقر خلاص أنت لم من أجل أنك ينقذنا فلتدركنا رفتك سنتمسكنا جدا أعنا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا وفلنا خطأنا من أجل اسمك القدوس إنك عيك سوسيون الصوني You wrought salvation in the midst of all the earth, O Christ our God, as you stretch your holy hand on the cross. Therefore, all nations cry out, saying, Glory be to you, O Lord. We worship your incorrupt person, O good one, asking for the forgiveness of our sins, O Christ our God. For of your will, you were pleased to be lifted up onto the cross to deliver those whom you created from the bondage of the enemy. We cry out unto you and give thanks to you, for you have filled all with joy, O Savior, when you came to help the world. Lord, glory be to you. You are she who is full of grace, O Theotokos, the Virgin. We praise you, for through the cross of your Son, Hades fell down and death was abolished. We were dead, but we were raised and became worthy of eternal life and gained the delight of the first paradise. Therefore, we thankfully glorify the immortal Christ, our God. We exalt you, Mother. Mother of the true light, and glorify your sons, so the Son we have brought forth, sent out to the Savior of the whole world. He came and will save our souls. Glory to you, our Master, our King, Christ, the Christ of us. The crown of martyrs, the joy of the righteous, the presence of the church, and forgiveness of sins. We proclaim the Holy Trinity of God. We worship Him, we glorify Him. Lord, have mercy, Lord, have mercy. O blessed Amen. We believe in one God, God the Father, and the Creator, who created heaven and earth, and all things seen and unseen. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father, before the ages, light of God. True God. God did not create one essence, Father, by whom all things were made, who for us, from our salvation, came down from
from heaven was incarnate, the Holy Spirit, Virgin Mary, and became man. He was crucified for us and Pontius Pilate suffered and was buried. The third day rose from the dead according to the scriptures. He ascended to heaven and sent his Father and his coming again to the glory of judges the living and dead, whose kingdom shall have no end. Yes, I believe the Holy Spirit, the Lord, and who proceeds from the Father, and the Father, the Son, the first to be glorified. The first. The prophets and the one holy Catholic Apostolic Church, we confess our participants. We look for the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. نسألك يا حمل الله يا حامل خطيئة العالم اسمعنا وارحمنا آمين. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Lord have mercy. Kyrie eleison, Kyrie eleison, hear son have mercy. Kyrie eleison, Kyrie eleison, have mercy, O Lord. Kyrie eleison, Kyrie eleison, hear thou mercy. Kyrie eleison, Kyrie eleison, ya Rabbi Orham. Kyrie eleison, Kyrie eleison, ismana warhamna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, ya Rabbi Orham. Kyrie eleison, Kyrie eleison, irhamna ya Allah. Kyrie eleison, Kyrie eleison, ismana warhamna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. قدوس 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 رب السماوات والسماء والأرض مملوتان مجدك غرامتك الحمد لله لا أبدأت ولا يسر بس قدوس الحمد يا رب الله قوت من معنا لأنه ليس المعين في شديدنا وديقاتنا سواك هل وأخبر واسفح لنا يا الله عن سيدنا لتسنعنا بردتنا لتسنعنا بغير أرضتنا لتفعلنا بمعرفة لتفعلنا بغير معرفة خفية وظاهرة يا رب اخفر لنا من قدس وقدوس الذي دعا علينك رحمتك رب واسع طالنا يا بنا الذي في السماء او نمو توي او توي نمو انت من اغترياس في اوتمي بشم ابن ما سوى بوهرين نمو كو تجمبات سوى كاثوليك نابوستوليك نكلي سنت ابن اوتمي ناريب ما بشو سنة تبير نخر نايدورون نمنا يتبينو يقوم تبينو يبو الهيتو تو ماينو تيرون بيك بيبون اني في اوي Hallelujah.
Daniel. Ερένη πάση το πνεύμα της Let us give thanks to the beneficent mercy of God, the Father of our Lord and Savior, our Jesus Christ, for us covered us, helped us, guard us, accept us to himself, spared us, support us, and us brought us to this hour. Let us also ask him, the Lord our God, the one to Creator, to guard us in this soul at the end of the days, for life. Proceed exhausting. Kyrie eleison. Ephnif, ephshois evnotim evando Creator, fiotim ben choiso wo ben noti wo ben sutir iso, os becheristos ten chebemot. En tot kot obniven, imez vi obniven, nemchen obniven. Jak eres kebazen egon aker voisen aker heron, ak shobtinero kek tiesu eren ak tito kentun chare yata, ay ono thay. Of Noti Nine on, and of Shinias Horon, and of Sotimeron, and of Boytineron, and of a Chinity on Emnitov, and Tinias Oab and Tov, and Totori, a Gona Biagothon, and Sayon Even, and Tavayatin, and a Mepshoth, and a Chievo, and Panticononia, and Tan and Mysterionis Oab. It is Marote, because of all intent and novi. Kyrie eleison. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام. إن مع خوفك كل حسد وكل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار. قيام العدى الخفينا الظاهرين انزح عنا وعن ساري شعبك وعن هذه الميدان موضوعك المقدس هذا ما الصالحات ونفعات فرزقنا يا لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوة العدو لا تخلنا شمام سكرس كل الشعب أضافكم ومحمد في مسلوس الأقدس لأب والابن روح القدس فمن الكنيسة الواحدة روح المقدسة كما رسول الله من أفهل الإثنى عشر رسول فمن أنزم جيل مركز الرسول الطهرى الشهيد والبطرارك القدس ونطمان ديسكروس قدس أسنس سلسة قدس بطرس رئيس الكهنة قاتب الشرق قدس وحنا زبيل فهم ديسكروس قدس بسلس قدس غرورس من أفهل 318 مجتمعين ابنك المال 50 قسطنطين ومثل بافسوس فما بين الطبال المكرم يسكهنا الباب لما تدرس سنة وشريك في الخدمة رسول الأمين أسكم المكرم الأنبامين فما حكارت لأنه مبارك ممنوع مجد اسم قدس الآب والابن روح قدس الآن وكل نظر دور كل أمين جيس آمين كتو Ebnev Mati Esotishori
partenos pesaromata ame penso te Misi emovertoti emono vokanin novina Σε σοβαρή εμπειρία, ταριέ μοτνάν μπικόι βόλεν τενενό. Ήταν η βρες βεϊάντε βυσσάς φεναρσί, αγγέλος νεμνή. Τάγμα είναι βορανίον εψόι σαριέ μοτνάν μπικό εβόλεν τέν εννόβι πίτεν μη επκίεν τέν ατσόι σέν ιωτίεν αποστόλος νε με φεβίεν τέν ημασί τίτσε εψόι σαριέ μοτνάν μπικό Oi volen tenen novi iten ci ente arci zeia connetes marote si pano spicior ben mar Sirosem shoy sariem nan bikoe volenten novi iteni epkiente besione mosene pange Lestis Marcos vi apostolote Epsoi sariemot man bicoi volenten en novi Iteni epsiente vi ad lavorose Martiros bashoi se boroga vargeios epshoi sariem nanim bikoe volenten en novi viteni epkiente biatlo porose martiros filo Betir Marcore Iose Epshoi Sariemot Man Bikoi Volenten En Novi Iteni Epshiente Viat Lovorose Martiros Ava Mina enteni vayate Epshoi sariemot nan bikoe volenten en novi Iteni epkiente beniote soebem batere Yarchis baba batirellos bimasoe Epshoi sariemot man bikoe volenten en novi Iteni epshienten yeto Ventebae obi owe Bio ei kata bevrane
بشوي صاري مطنان بكوي بولنتين النوبي في تنوي بشياري بعلقم بنيوتي قايوتي نارشي رفسي بابا بطاواد روسي افشوي صاري موتنان بكوي بولنتين النوبي ايتن نوي افشياري بانقن بنيوتي تايوتن زيكي اوتابا مين ابي ابسكو Christ, called to be an apostle, appointed to the gospel of God, a reading from the epistle of our teacher Paul to the Romans, may his blessings be with us all, amen. Therefore, let us pursue the things which make for peace and the things which one may edify another. Do not destroy the work of God for the sake of food. All things indeed are pure, but it is evil for the man who eats with offense. It is good neither to eat meat nor drink wine nor do anything by which your brother stumbles or is offended or is made weak. Do you have faith? Have it to yourself before God. Happy is he who does not condemn himself in what he approves. But he who doubts is condemned if he eats, because he does not eat from faith, for whatever is not from faith is sin. We then who are strong ought to bear with the scruples of the weak and not to please ourselves. Let each of us please his neighbor for his good leading to edification. For even Christ did not please himself. But as it is written, the reproaches of those who reproached you fell on me. For whatever things were written before were written for our learning, that we through the patience and comfort of the scriptures might have hope. Now may the God of patience and comfort grant you to be like-minded toward one another according to Christ Jesus, that you may with one mind and one mouth glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Therefore receive one another just as Christ also received us. The glory of God, the grace of God, the Father be with you all. Amen. الكاثوليكون من رسالة يعقوب الرسول بركاته تكون معنا أمين. يا إخوتي لا يكن إيمان يسوع إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباة، فإنه إن دخل إلى مجمعكم رجل بخواتم ذهب في لباس بهي ودخل أيضا فقير بلباس واسع، فنظرتم إلى اللباس الذي لابس اللباس البهي وقلتم له اجلس أنت هنا حسنا، وقلتم للفقير قف أنت هناك أو اجلس هنا تحت موطئ قدمي. فهل لا ترتابون في نفوسكم وتصيرون قضاة أفكار شريرة؟ اسمعوا يا إخوتي الأحباء، ما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به للذين يحبونه. أما أنتم فأهنتم الفقير، أليس الأغنياء يتسلطون عليكم وهم يجرنوكم إلى المحاكم؟ أما هم يجدفون على الاسم الحسن الذي دعي به عليكم. فإن كنتم تكملون الناموس الملوكي حسب الكتاب، تحب قريبك كنفسك، فحسنا تفعلون. لكن إن كنتم تحبون تفعلون خطية، موبخين من الناموس كمعتدين، لأن من حفظ كل الناموس إنما عصر في واحدة فقد صار مجرما في الكل. لأن الذي قال لا تزني قال أيضا لا تقتل، فإن لم تزني ولكن قتلت فقد صرت متعديا الناموس. هكذا تكلموا وهكذا فعلوا كعاتدين أن تحاكموا بناموس الحرية، لأن الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل الرحمة. الرحمة تفتخر على الحكام. الحكم لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. العالم يمضي وشهوته، الذي يصنع إرادة الله يدوم إلى الأبد. أريبا مبئي أو باشو
Our fathers, the pure apostles who were invested with the grace of the Holy Spirit, may their blessings be with us all, amen. Then Paul, looking earnestly at the council, said, Men and brethren, I have lived in all good conscience before God until this day. And the high priest Ananias commanded those who stood by him to strike him on the mouth. Then Paul said to him, God will strike you, you whitewashed wall, for you sit to judge me according to the law, and do you command me to be struck contrary to the law? And those who stood by him said, Do you revile God's high priest? Then Paul said, I do not know, brethren, that he was the high priest, for it is written, You shall not speak evil of a ruler of your God. But when Paul perceived that one part were Sadducees and the other Pharisees, he cried out in the council, Men and brethren, I am a Pharisee, the son of a Pharisee. Concerning the hope and resurrection of the dead, I am being judged. And when he said this, a dissension arose between the Pharisees and the Sadducees, and the assembly was divided. For the Sadducees say that there is no resurrection, and no angel or spirit, but the Pharisees confess both. Then arose a loud outcry, and the scribes of the Pharisees' party arose and protested, saying, We find no evil in this man, but if a spirit or an angel has spoken to him, let us not fight against God. Now when there arose a great dissension, the commander, fearing lest Paul might be pulled to pieces by them, commanded the soldiers to go down and take him by force from among them and bring him into the barracks. But the following night the Lord stood before him and said, Be of good cheer, Paul, for as you have testified for me in Jerusalem, so you must also bear witness at Rome. The word of the Lord shall grow and multiply, be mighty, and be confirmed in the Holy Church of God. Amen. Then in Father, Son, and the Holy Spirit, one God, amen. Today is the 15th day of the blessed month of Ramadan. May God begin it in goodness and renew it for us in peace, and the atonement of our sins and the iniquities are forgiven through that tender mercy of our Lord, O my Father, and my brethren. Amen. On this day, Saint Sarah the Nun departed. This saint was born in Upper Egypt to wealthy Christian parents. They had no other children, and they raised her with a Christian upbringing. They taught her reading the Holy Bible and the biography and sayings of the fathers and monks. She was influenced by their lives and desired the monastic life. She went to one of the covenants of Upper Egypt and dwelt there for many years as a novice. Then she put on the monastic garb. She persevered in fighting the devils for 13 years until Satan was weary of her steadfastness and purity. Then Satan tried to overcome her by the sin of pride. He appeared to her in the form of an angel while she was standing praying and said to her, Blessed are you, for you have overcome Satan. She replied, I am a weak nun, and I am not able to conquer him except by the power of my Lord Jesus Christ. And Satan immediately disappeared. This saint had many useful sayings that she used to say to the nuns. One of her sayings was, I never set my foot upon the step of a ladder, and I never go up to the next step without thinking I may die before I raise my leg, so that the enemy might not entice me with the hope of a long life. She also said, It is better for a man to show mercy even to satisfy men, for the time will come when it will be done to satisfy God. She also had many other sayings written in the Paradise of the Fathers. This saint dwelt in the cave of the banks of the river for a long period of time, fighting a great fight, and no one saw her except when she went to partake of the holy mysteries. When she completed her strife, she departed in peace to the eternal bliss when she was 80 years old. The blessing of her prayers be with us all, amen.
On this day also, the great Saint Helias of Ahnas was martyred. This holy father grew up in a village near Ahnas. He worked as a farmer in the orchards of Prince Quirinianus, the heathen governor of Ahnas. He was a devout young man who loved God. He had an uncle whose name was Abba Jacob, a hermit dwelling in the desert near Ahnas. Helias went to him often to learn from him worship and asceticism. His uncle commended him to keep himself pure, saying, "Purity and chastity makes us resemble the spiritual angels." He grew in godliness, and the fear of God filled his heart. He was trustworthy in all of his master's possessions, his field and his house, as Joseph in the house of Potiphar. The prince and his family loved him. He used to bring the fruits to the house of the prince, so the daughter of the prince became affectionately attracted to him. She pursued him to make Helias fall with her into sin. When he realized that, he took the fruits of the orchid to the house and left in a hurry as someone fleeing from a fire. He went often and complained to his uncle Jacob, who strongly warned him from listening or looking at her. When the girl continued to intensely pursue him, he went and castrated himself according to his naive thinking to take away any hope of her falling into sin with him. Because of what he had done, he became seriously ill. When the girl knew that she became furious and complained to her father, saying, "Helias is a Christian and tried to force himself on me." So the prince became enraged. He brought Helias and admonished him, but he proved his innocence. The prince asked him to offer a sacrifice to the idols to pardon him, but the saint strongly refused. The prince started tormenting him with severe tortures, but the Lord saved him. Finally, he ordered to behead him. Helias rejoiced and said, "This is the hour that I was seeking." He asked the soldiers to tarry so he can pray. While he was praying, the angel of the Lord appeared to him, saying, "The Lord has accepted your petition, and here is Julius of Akfas, who is nearby you writing your biography. He will shroud your body and will take it to your uncle. He will keep it until the day the Lord wills to reveal it. The Lord will manifest many signs and wonders from your body." Afterwards, he extended his neck to the soldiers who cut his neck. Thus, he received the crown of martyrdom, and the sayings of the angels were fulfilled. A church was built in Ahnasia. His body was relocated to it, and this church remained in existence till the beginning of the 13th century, but was destroyed later. The blessing of his prayers be with us all, and glory be to our God forever. Amen. Aben Choisisos be Echristos erene Este vinere Iego ene me Ma
chanine o estoy no vive Maria o estoy no vive gente sinegi o estoy no es mi si hemos no vino ni bon mare no angelos no Ερενε πόσι το πνεύμα السيد ربي يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين وصل الأطهار مكرمين قائلا إن أنبياء وبران كثيرين أشتان يروا ما أنتم ترون لم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا ما أنتم فطوب لعينكم لنا تبصر لأذانكم لنا تسمع فلنستحق أن نسمع نعمل بأناجيلك المقدسة بطلبة أعطي قديسك يا رب رحمة أشكر أيضا يا سيدنا كل الذين أوصونا مروا نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفع إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقياماتنا كل إن أنت Τα σύντα με τα μπογκοθία, ο Ελέον τον αγνώσμα Ζόξα σε κυρία Stand in the fear of God To listen to the holy gospel A reading from the Gospel according to our teacher, Saint Matthew. May his blessings be with us all.
بنوتي بنسيرو بنورو تيرين إيسوس بخريستوس بشيري مفنوتي طنخ بيهو نفشايني بيوفا بنوتي بي فوقصا سيكيري Psalms of our teacher David, the prophet and the king. May his blessings be with us all. Amen. When you said, seek my face, my heart said to you, your face, Lord, I will seek. Do not hide your face from me. You have been my help. Do not leave me nor forsake me, O God of my salvation. Alleluia. Blessed is he who comes in the name of the Lord, our Lord God and Savior Jesus Christ, Son of the living God, to whom is due glory forever and ever. Amen. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights afterward, he was hungry. Now when the tempter came to him, he said, if you are the Son of God, command that these stones become bread. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Then the devil took him up into the holy city, set him on the pinnacle of the temple, and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, he shall give his angels charge over you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. Jesus said to him, it is written again, you shall not tempt the Lord your God. Again the devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, all these things I will give you if you will fall down and worship me. Then Jesus said to him, away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only you shall serve. Then the devil left him, and behold, angels came and ministered to him. Glory be to God forever. In the name of Father, Son, and the Holy Spirit, one God, amen. Today is what week? What Sunday? Second Sunday of the second week. Is it the end of the week or the beginning of the week? The end of the week. صح كده? يعني tomorrow God willing is the first starting of the first the third Sunday third week of the Great Lent. ماشي? Okay. And we call it today. We call it what? The Temptation Sunday. And last week it was Treasures. Okay. What kind of temptation يعني the devil used to test Jesus Christ? How many? Three. We call it same way when he tried to get Adam and Eve falling down. So Saint John in the first epistle, he said, for all that in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life.
هم الثلاثة دول أهم حاجة، مش يعني هو ده اللي بيستعملهم الشيطان بطرق مختلفة. وطبعا واضحة جدا، واضحة جدا يعني لما تبصوا عليها هتلاقوا أن الشيطان بيستعمل نفس الحكاية دي دلوقتي، حكاية المكتوب. يعني لما تلاقي أي واحد من الـ هيرتكس بيتكلم، واحد هرطوكي أو واحد عامل نفسه أنه هو بتاع ربنا بيتكلم من المكتوب، يطلع لك آية الشيطان عمل كده مع السيد المسيح، قال له مش مكتوب كذا 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 كذا. فهو اللعبة دي كلها بيستعملها الشيطان النهاردة معانا ومعه في كل وقت، يجي يقول لك ادي آية بتقول كذا، اعترض بقى. فهي الفكرة كلها ازاي ترد عليها. عشان كده البابا شنودة علمنا حاجة مهمة جدا، قال لنا اوعى تاخد آية واحدة من الكتاب المقدس، لما عايز تتكلم عن موضوع تلم الآيات المختصة بالموضوع ده وتتكلم. يعني we have to collect all verses related to one subject، ما تاخدش كده آية وتجري بيها، لا تبقى عارف دي ايه ودي ايه ودي ايه وتلمهم كلهم. هنا قال له كلمتين. فالسيد المسيح قال له لا، الموضوع مش كده. هي الفكرة في الرصة، ازاي ترص كلام ربنا صح. واخدين بالكم؟ يعني ممكن تعمل ايه؟ ممكن ادي لك شوية الوان كده، بازل الوان كده، واقول لك جمعهم لي اعمل لي رسمة حلو. ممكن طلع لي صورة المسيح جميلة جدا 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 جدا، او صورة العذراء. وفي نفس الوقت ممكن تستخدم نفس البازل نفس الالوان ديت وتطلع صورة تعبان، تطلع صورة وحش وحش جدا. الموضوع تستعملت نفس البازل، نفس قطع البازل او نفس قطع المكعبات الصغيرة ديت او المزيك، علشان تطلع رسمة حلوة او تطلع رسمة وحشة. الشيطان بيعمل كده، يستعمل the word of God علشان يطلع لك حاجة مش كويسة، يطلع لك حاجة مش كويسة يخدعك بيها. عشان كده تلاقي السوشيال ميديا دلوقتي طبعا مساعدة الشيطان جامد جدا، انك تطلع انه يطلعوا يتكلموا ويطلع لك كلمة من الانجيل، اعترض بقى. وانت لو انت مش دريان تقول اصلا دول بيتكلموا صح، لا ما بيتكلموا صح. نفس اللعبة اللي عملها الشيطان بيعملها كل يوم، الشيطان معانا بيعملها كل يوم بآية، طلع لك واحد من الناس اللي يعني غاويين يضلوا الناس ايا كان هو يعني رتبته ولا كيانه في الكنيسة او حتى لو علماني، يطلع يضل الناس، يطلع يضل الناس. فجدعان انك ما تلقطش الكلام ده، يعني اسف تلقطه وما تتفاعلش معاه، تقول لا 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 الصح هو واحد اتنين تلاتة. لكن لو انت بتاخد راس الكوبة وتطير، عارفين الحكاية دي، ياخد راس الكوبة وتطير، يقولك شفت بيقول ايه وتهيص كده هستين والسلام، تبقى انت مش جريان بحاجة، يضحك عليك زي الجدع زي الجدع زي الجدع. لكن السيد المسيح كل حاجة رد عليه بالمكتوب، رد عليه بالمكتوب، والمكتوب الصح مش المكتوب اللي فيه تضليل، لان هو بيستعمله في غير موقعه، بيستخدمه في ايه، في غير موقعه. قل الحجارة دي تبقى عيش وكل، مش دلمة، مش دلمة مقصود بيه، ده المقصود بيها حاجة تانية خالص. طب لو انت ابن الله فعلا ارمي نفسك من هنا، طب اسجد لي وانا ادي لك كل حاجة. خلي بالك حكاية اسجد لي وانا ادي لك كل حاجة دي الموست كومن دلوقتي، اسجد لي وانا ادي لك كل حاجة، خليك تبعي، اعمل اللي انا عايزه، اعمل اللي انا عايزه وانا هبغددك وانا هبقشش عليك. هو ده الشيطان، خلي بالك جدعانك تلقطها بقى. في ناس سامحوني في التعبير، عارف الخروف اللي بيجر قدامه حزمة برسيم وتلاقي عمال يهق براسه كده وعشان ياكل البرسيم، عارفين الحكايه دي؟ احيانا بنبقى كده زي الجدعان ماشيين كده نهق براسنا علشان ونجري ورا البرسيم اللي بيحطه لنا. فخلي بالك، خليك تبقى واعي، مش اي حزمة برسيم نجري وراها، ما تنفعش، مش الشيطان اللي يخدعنا. واخدين بالكم؟ مش اي كلمه تسمعها تنشكح، اوعى تنشكح من الكلام الفاضي ده، كلام فاضي بيضاع الدنيا، ده كلام فاضي ايه، بيضاع الدنيا. خلي بالك، اصدقاء انت واد مش عارف ايه ويضحك عليك بكلمتين، لا ده انا واد جدع وانا واد شديد وبتاع، تلاقي نفسك اتزحلقت في بلاوي سودة. ازاي يبقى واعي؟ هتصم من الاول والزيت، هم المؤمنين كده كلهم المسيحين بيخروا زيت، وفي بعض الحتت التانية واحد من الاخوة البروستانت قالك دول المزيتين، دول المزيتين، طلع قال كده دول المزيتين، شكرا احنا مزيتين، احنا مبسوطين احنا مزيتين. فانت تدافع عن الموضوع ده تقول له لا ده انا مش صايم، لا ده انا مش عارف ايه. طب انت جدعانه، دي هي دي جدعانه، صايم يعني صايم، الكنيسه تقول لك صيام يعني صيام، مزيت مزيت وماله، شكرا. يعني مش ما يعني هو بيستفزك علشان تغلط، بيستفزك عشان تقول حاجه عكس، لكن لا، الواعي يلقطها ويرد عليها مظبوط. يعني ابن ربنا يلقطها على طول، لا 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 الكلام ده شكله شيك بس غلط. خلي بالك من الحكايه دي، في كلام شكله شيك واللي بيتكلمه بيبقى باين عليه ان هو متحدث ولبق وعنده كاريزما، لكن غلط. واحد بيرسلك قطع المزيك بس طلع لك صوره مش مظبوطه. هي دي الفكره، الكلام الغلط بيضيع الدنيا، الرصه الغلط بتضيع الدنيا. اوعى تنساق ورا اي حركات نصكم، صحيح
في حركات كتيره جدا احنا بنشوفها على السوشيال ميديا وفي وسطنا وكلام تلاقيه كده رفع صوته وتخن صوته وبتاعه حاجات زي كده بس هيضيعك. فلازم تبقى مصحصح لكل كلمه، مصحصح لكل ايه بتستخدم، مصحصح لكل مقاله بتتكتب على السوشيال ميديا. لازم تبقى يعني عينيك في وسط راسك، لا تنفعل مع اي كلمه. وخلي بالك ما بيهداش ولا بيتهد الشيطان، على طول يقول لك ايه تركوا الى حين. ده رب المجد يعني ده رب المجد الشيطان برضو، لان هو الله المتجسد يعني بص شافه انسان قال لك تركوا الى حين ورجع له تاني، يعني جاي لك تاني. طب انت يعني غلبك. والثلاث حاجات اللي غلبهم الشيطان، غلبهم السيد المسيح من الشيطان، هما نفس الحاجات اللي اتغلب بيها مين؟ ادم. فجه السيد المسيح حقق الانتصار ده لصالحنا. ثلاث هم الثلاث النقط اللي بيحارب بيها باستمرار، شهوه الجسد، شهوه العيون، تعظم المعيشه. الثلاث حاجات دول، الثلاثه دول هو اللي لعب بيهم مع ادم وحواء، وهو اللي حاول يلعب بيهم تاني مع مين؟ السيد المسيح. بس ادم وحواء سقطوا والسيد المسيح ايه؟ انتصر عليه. مهديش، قال لك تركوا الى حين ورجع له تاني. فخلي بالك انت لو انتصرت على خطيه تقول يا رب دي نعمتك، انا مش انا ولا حاجه، انا ما عندي. تدي كريدت كله لربنا وتتضع قدام رأي. لا الخطيه دي انا بطلتها من زمان، ده الكلام ده وانا صغير. لا ولا تبقى زي الجدع هتقع فيها النهارده مش بكره حتى. فخلي بالك لازم باستمرار تبقى عينيك في وسط راسك وتقول له يا رب دي نعمتك عليا مش جدعانه من عندي. واخدين بالكم؟ ولازم تبقى عارف المكتوب ايه، المكتوب في الكتاب المقدس. That's why all the time we يعني recommend reading the Bible every day. Every day تقرأ الإنجيل كل يوم، يبقى عندك كلمة ترد بيها. زي اللي دخل امتحان وادوا له أسئلة مش مذاكر، تكتب يا ابني حاجة مش فاكر، طب أي طب قول ما فيش أي حاجة. لكن لو أنت مذاكر إنجيل هتعرف ترد كويس جدا، وهتعرف تطلع الفيرس المظبوطة اللي ترد بيها على الشيطان، وترد بيها على كل واحد من جنود الشيطان. ما هو اللي بيضللك في السوشيال ميديا او في كنيسه او في اي حته، اعرف ان ده جندي من جنود الشيطان، ده جندي من معين من قبل الشيطان لتضليل حضرتك وتضليل حضرتك. فجدعان انك تبقى واعي، وتعلم عيالك ازاي كمان يبقوا واعيين. اه انا مسيحي وابن ربنا، انا هخاف من ايه؟ طز في اي حاجه، انا مسيحي وابن ربنا. دي لازم ابقى فيري كلير ويعني واضحه جدا، ما تبقاش كده يعني خانع واخد لك جام. لا لا لا، يا رو اعمالكم الحسنه فمجدوا اباكم الذي في السماوات. انت عملك حسنه دي ليه؟ اصل انا مسيحي انا ابن ربنا. طب ما تاكل معانا فطار، احنا عاملين مثلا جايبين بيتزا في المدرسه. لا لا انا النهارده صايم، هيقطعوني يعني؟ انا صايم، ايه المشكله يعني انا اقول ان انا صايم؟ بالعكس it's good to give a testimony for God every day. واخد بالك؟ لكن انت خد، لا لا ما الاحسن يقولوا عليا ان انا متدين، يقولوا عليك. احنا عايزين الناس تشوف اعمالك الحسنه يمجدوا اباكم الذي في السماوات، مش عايزينك تكش. ما ينفعش تكش، لازم باستمرار تبان ان انت ابن ربنا، لازم باستمرار تبان انك ايه ابن ربنا. الموضوع ده مهم يا جماعه، لاني بحس ان في بعض الاهالي لا لا ما فيش داعي عيال تقولوا كده. لا هو ايه اللي ما فيش داعي؟ امال انتوا جايين هنا رحله؟ احنا جايين هنا مثلا كندا رحله، احنا جايين هنا علشان يروا اعمالنا الحسنه ويمجدوا ابانا الذي في السماوات. لازم تبقوا نبقى عارفين كلنا الحكايه دي، احنا جايين هنا في ميشن، مش عشان نركب عربيه مش عارف ازاي ولا نجيب شكله ايه ولا نتعلم علام. كل ده حلو على راسنا، بس ده ادوات تولز علشان تو جيف تستيموني لربنا. اوعى تفتكر ان احنا جايين رحله، احنا مش جايين رحله، احنا جايين فور ميشن. احنا هنا في كندا فور ميشن، احنا قاعد مقفول علينا 1400 سنه ما بنخرجش بره مصر. واخدين بالكم؟ ربنا سمح لنا ان احنا نخرج بره مصر الايام اللي فاتت ديت من 40 50 سنه علشان ميشن. تيجي هنا اصلي الاحسن، هو ايه الاصل؟ اوعى اوعى تبقى خانع كده. لا لازم تبقى ابن ربنا وظاهر ان انت ابن ربنا. ماشي يا جماعه؟ ده حد التجربه النهارده. زي ما الشيطان حارب ادم وحواء، حارب السيد المسيح والسيد المسيح انتصر عليه لصالحنا. فانت عندك قوه مستمده من السيد المسيح، الروح القدس اللي فيك، تقدر تنتصر برضه. اوعى تقول ما اقدرش، ما اقدرش دي كانت زمان في العهد القديم، انت ضعيف والشيطان مسيطر. لكن النهارده في العهد الجديد ما ينفعش، انت واخد قوه ربنا، واخد الروح القدس، انت ابن المعموديه، فانت تقدر. استطيع كل شيء في ايه؟ في المسيح يسوع الذي يقويني. ماشي يا اخوه مؤمنين؟ ماشي. لالهنا المجد الدائم للرب. جبنيوت اتخني في قوي معرفتو فوينجي بكران مارسين جتك متورو جفوك بيبيو
Shine in Jeff's marot and devio name shiri name We believe in one God, God the Father, and the Creator who created heaven and earth and all things seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God, begotten, not created, one essence of the Father, by whom all things were made. Offer us from man of our salvation, came down from heaven, was incarnate of the Holy Spirit, the Virgin Mary, and became man, and was crucified for us, and was Pilate suffered, and was buried, and third day rose from the dead, according to the scripture. He ascended to the heavens, he sits at right hand, his Father, and he is coming again in his glory, just for living, whose kingdom shall not know him. He believes the Holy Spirit, the Lord, and life giver, who proceed from the Father, who is the Father, and Son, who worship and glorify, who is called by the power of his one holy Catholic, holy Church. We confess from our sins, for remission of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the dead to come. Shleel. العظيم الأبدي الذي قبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس سدمته بالظهور المحلد لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي يجناد الملائكة يمجدونك به قائلين Glory to God in the highest, peace on earth and goodwill to all horsemen. Perfect peace, love, and holy apostolic kisses. Lord, have mercy. According to your good will, O God, fill our hearts with your peace, cleanse us from all blemish, all guile, all hypocrisy, all malice, and the remembrance of evil, entailing death. And make us all worthy our master to greet one another with holy kiss, that without falling into condemnation we may partake of your immortal and heavenly gift in Christ Jesus our Lord. Greet one another with a holy kiss. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Yeah, Lord, who are Jesus Christ, the Son of God, hears and have mercy upon us. Offer an order, stand with trembling, look towards the east, let us attend. Ti tenebres veiant et soto cosis, oab Maria, pjois ariem ot manim, bico e volenten en novi, ten ostem oco be Christo, nem becio ten agasto, nem bev nev maes o webge aki exoti emmo, ele o serinisi seia eneseo. O Kyrios metabandon emon. Ke me pato epnevmatoso. Lifta up your heart. We have them with the Lord. نشكر الرب مستحق وعادل مستحق وعادل مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل أيها الكائن السيد رب الإله الحق الكائن قبل الدور المالك للأبد الساكن في العالي والناظر متوضعت الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها The Father of our Lord and Savior Jesus Christ
By whom you have created all things visible and invisible, who sits upon the throne of his glory, and who is worshipped by all the holy powers. You who are seated, stand before whom stand Zens, Archons, the Prince, Vets, the Authority, the Thrones, the Dominions, and the Power. Look towards the East. Anta huwa alladhi yaqifu hawla kisharubim taluna ayunan wa sirafim zaw sattat al agniham yum sabbihu ارحمنا كعظيم الرحمن
رحمتك قدوس Great us and bless us in the paradise of joy. And when we disobeyed your commandment by the deception of the servant, we fell from eternal life and were exiled from the paradise of joy. You have not abandoned us to the end, but have always visited us through your holy prophets, and in the last day you manifested yourself to us who were sitting in darkness and the shadow of death. He ate in big monogamies and shirib and choice. Oh, been not your been so dear. Jesus be here. Jesus. Vayetevol chen bebnev maithoeb nemevol chen tiparthenos ethoeb maareyem. Amin. Tagasada الناس وعلمنا طرق الخلاص وأنعم علينا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح وجعلنا له شعبا مجتمعا وسيارا أطهارا بروحك القدس هذا الذي أحب خاصة الذين في العالم وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين بمبعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصليب حقا أؤمن from the dead on the third day. He ascended into the heaven and sat at your right hand, O Father, as appointed a day for recompense on which he will appear to judge the world in righteousness and give it to and Katane Vivi Owe. Katato Eleos O Kireye Kemi katata sa amerteyes emo. وضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى لأنه فيما هو رأس من أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. هذا خبزنا لدى الطيرتين اللتين بالعيب ولدنا سنة الطوبويتين المحييات
الآيتين. نؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين. He looked up towards heaven to you, God, or his father and master of everyone, and when he had given thanks, آمين. He blessed them. آمين. أفرج يزنيهم. Amen. Bestevo menke homologo menke soxazo Amen. He broke it and gave it to his own holy disciples and sent the apostles saying, take it of it, all of you, for this is my body, which is broken for and for many to be given for the remission of sins. Hazasna lidhikirim. Haza huwa bilhaqiqati amin. Bekefot minen sabedeb non aftot febol chenor benem omo etab shebeh mod amin af esmo erov amin aferag yezine yemov Palim bestev o menke homologo menke soxazo Amen. Shem tibi Αυτήφιον εν έτενόφθεν Αγίος εμάθητης ο εν Αποστόλος εθόβεπ ευγοέμος Jechis o evel el chitfitiero Vai garbe baes en of Entethi deyethik en veyeri Et onafom fevol Ejenthinon emhan kamish en sithif Ebko evol enteni enovi Vai am aret fepa Erif mey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 
لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني شاتيم. آمين آمين آمين. تنسانا تنسو كيري Katangelo menketin ageyan so anastasi ketin analimepsin so entis oranis homologone se enome se plogone ευχαριστώ μεν Κύριε και διώνετα ασώσε ως فيما نحن أيضا نسمع ذكر آلام المقدس قامت الأموات صدر السموات وجلوس عن يمينك يا لابس ورسالات من السموات المخوف المملوء مجدا
نقرب لك قرابينك من الذي لك طبني بين نمز فيه ابني بين النم خنه ابني بين اشتم ابنوتي خنوتي نم واسترتر تنهو سيروك تن اسمو ايروك تن شمشي اموك تن اوشتي So my forever top Tina Tia Snuff out in the thick and very end top. Keep all in Tina Tia Amen. Given for the remission of sins and eternal life to those who partake of him. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. جعلنا مستحقين كل ناس ان نتناول قدس ذكر انفسنا واجسادنا وارواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا. ونجد نصيبنا وميراثا مع جميع القديسين الذين نرضكم منذ البدء. Remember, O Lord, the peace of your one, only Holy Catholic and Apostolic Church. Pray for the peace of the one, Holy Catholic and Apostolic Orthodox Church of God. Lord, have mercy. This church of acquired yourself with the precious blood of your Christ. Keep him peace with all the Orthodox bishops who are in here. Foremost, remember, O Lord, our blessed and honored Father, the Archbishop, our Patriarch of Atharos II, and the Spartan and the Liturgy, our Father, the Bishop of Amina. Pray for our High Priest, Pope of Atharos II, Pope and Patriarch and Archbishop of the great city of Alexandria, and his partner in the Apostolic Service, our Father, the Bishop of Amina, and for our Orthodox Bishop. Lord, have mercy. And those who are righted by the Lord of Toros, with them grant them unto your church ever flock in peace. Remember, O Lord, the Orthodox Higumens priest and deacons. Pray for the Higumens priest, deacons, subdeacons, and the seven orders of the Church of God. Lord, have mercy. مرسي. كل القدام وكل الذين في البتولاء طارت كل شعبك المؤمن اذكر ربا ترحمنا كلنا معا ارحمنا يا الله لابضابطا Remember, O Lord, the salvation of this holy place and every place and every monastery of Orthodox fathers. Pray for the salvation of the world and of this city of ours and of all cities, districts, islands, and monasteries. Lord, have mercy. وَالسَّاكِنِينَ فيها بمن إلا شعبك 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 وبيعتك يطلبون إليك إليك وبك معك إلى الأبي قائلين ارحمنا
كل رحمة 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 يا الله مخلصنا رحمة 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 يا الله ثم رحمة يا رب رحمة. انعم على شعبك بوحدانية القلب، أعطي طمأنينة للعالم، اعتدالا حسنا للهوى. Graciously accord, O Lord, to bless the air of them, the fruits of the air, the waters of the river, the seas, the herbs, and the plants of the field this year. Pray for the air of the heaven, the fruits of the earth, the rising of the waters of the rivers, the seas, the herbs, and plants of the field, that Christ our God may bless and have compassion on his creation, which his hands have made, and forgive us our sins. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have مرسي. قصيدك مقدارك نعمتك، فرح وجل الأرض الروح أرسال، تكسر أسمار عند الزرع والحصاد، ودبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السلام صلاك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة التي من الغريب والضيف، ومن أجلنا كل نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عنا الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعام في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن ايضا اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. يا رب ارحم. اريف مبشو سنتا فين نخون نيزور نمنتا فين ويغون نمنتا فين ويغون هيتوتو ماينو تيرم فيك ميفول إني في So Lord, is the command of your only begotten Son that we share the commemoration of your sins. Graciously accord, O Lord, to remember all the sins who have blessed you since the beginning. Our Holy Father, the betrayer, the prophets, the apostles, the preachers, the evangelists, the martyrs, the confessors, and all the spirits of the righteous perfect in the faith. In who this is, O Abismon, O Etoim Parthenos. En seyon iven ti theotokos en thoaptiam ageia mare thetas ek fifnoti belos genome Mian Saint Jonathan Baptist and Martin Saint Simeon Archdeacon and Proto Martyr, the Beholder of God Saint Mark the Evangelist Apostle and Martyr, the Betrayal Saint Severus Artichard Dioscorus, Saint Asanas Apostolic, Saint Peter the Holy Martyr and High Priest, while could this honors the Wilfam, could this Tadus, could this Ophelus, could this Demetrios, while could this Cres, could this Vessels, could this Orgorus and Notic Black, this Oros and Alagab, while could this Orgorius Alarme. And your 318 مقتنعين ابنك من 150 قسطنطينيه من افسوس our righteous father the great of Antony the righteous of Apollos the three sons of Macari and all their children the crossbearers father of John the Hegumenos father of Abshua the perfect man the beloved of our good Savior يا رب انا ببلغ طموح اسكال تلميذ وسلبوين قدس النار من مكسوم وسود مديوس واتسن اربعين شهيدا شيخ شيط والقول قدس الانبا مصاح الاسكام القس
وابانا مدنيال قمص وابانا بايزوروس القصه وابانا مخمر شركه وتدرس تلميذه وابانا بشنو درس المتوحدين وانبويس تلميذ وابانا خمدي سلام بابرامس في يوم وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بصلاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من اجل اسم القدوس الذي دعا علينا وهؤلاء كل احد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين في فرق كل واحد من الذين ذكرنا الذين رقدوا وتناهوا في الايمان بالمسيح منذ البدء وعبيدك يحيى كمال فهمي شوي فرج منصور مرقس وذي عبد الله سعاد نجيب منير عبد المسيح ماهر كامل تهاني وهبعيد تفضل يا رب نحن نفسهم جميعا فهدنا بها قديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب علم في موضع الخضر على ما راح في فردوس النعيم الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنوت في نور قديسك يا رب رحم زوك سسي كريا ليسو كريا ليسو كريا فلوجسو كيريا نبفون آمين كيريا ليسوني من بشويس يا كيشين نوبسيش ممتون نوخم ببراديسوس انت بأونوف خينت خوران تنيتون خيشايني خين يروسليم انت تفخم بما انت امب انون ذهون خريتو ينر من قويل امبايما ارهرون خن بكنات ياره موتنان انت كريني شائفو قول أزبري كستستي أبوي جني عسير جني عنك Pantastosi onastoni onon amin. Wahdina ila malakutik. لكي أبعزك أيضا في كل شيء تمجد وتبارك وارتفع اسمك العظيم والقدوس في كل شيء كريم ومبارك. مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس السلام لجميعكم ولروحك أيضا Let us give thanks to God the Bond Creator, the Father of our Lord and Savior Jesus Christ. For he also has made us worthy now to stand in this holy place, to lift up our hands and to serve his holy name. Let us also ask him to make us worthy of the communion and parting of his divine and immortal mystery. Amen. Besoma etowe. Stembek soma eto e Dembes no feta yo Dembekes no feta yo Ente befe Christos njibi mando krator Epshoi semen noti Amen, amen, prosebek sasti, Kyrie eleison, Irene pasi,
أيها السيد رب الإله ضابط الكل الذي أرسل ابنه الوحيد إلى العالم، علمنا الناموس والوصايا المكتوبة في الإنجيل المقدس، علمنا أن الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين، إذ قال إن هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. كريا ليسون، كريا ليسون يا رب رحام. الصوم والصلاة هما اللذان رفعا إليه إلى السماء وخلصا دانيال من جب الأسود. الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهما موسى حتى أخذ الناموس والوصايا المكتوبة بإصبع الله. الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهما أهل نينوى فرحمهم الله وغفر لهم خطاياهم ورفع غضبوا عنهم. كريا ليسون، كريا ليسون يا رب رحام. الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهما الأنبياء وتنبأوا من أجل مجيء المسيح قبل مجيئه بأجيال كثيرة. الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهما الرسل وبشروا في جميع الأمم وصيروهم مسيحيين وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهما الشهداء حتى سفكوا دمائهم من أجل اسم المسيح الذي اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي. الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهم الأبرار والصديقون ولباس الصليب وسكنوا في الجبال والبراري وشقوق الأرض من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح. كريا ليسون، كريا ليسون يا رب رحام. ونحن أيضا فلنصم عن كل شر بطهارة وبر ونتقدم إلى هذه الذبيحة المقدسة ونتناول منها بشكر لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة وجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بدلة بغير خوف أن ندعوك الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول جيب يوتت في أوي مارف توفن جيب كرا مارس إي إنجدك متورو بيت هناك مارف شوب إم فريتي خيمت في نمهي جنبي كاهي بين أوي كنتي راستي ميفنان إنفو هو قانية إيرونان إيفو إم فريتي هونن تينكو إيفو إنية تيرو هونن طان إيرو وهم بيرتين اخون دي راسموس الله نعمين الرول حبيت رو كم بخصوص يسوس بن شوي جيسو بتيتي متورو نمتي قوم نمبي وشايني امين خين بخريستوس يسوس بن شوي تاسكي Simon, to keyo eklina a ti nobian Oh.
اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها. امين كتب من ماتيس ومتابوس وبروس خومين. امين كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون. مبتعد قديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس امين. واحد هو الاب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس امين. ميرني باسيم. كتب من ماتيس. The Holy Body and the Precious True Blood of Jesus Christ Son of our God امين. The Holy Precious Body and the True Blood of Jesus Christ, Son of our God. Amen. Amen. يسد ودم عمانو لله نذا بالحقيقة. Amen. حقا آمين. آمين 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 آمين. اعترف النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحلز يأخذ ابنك الوحيد الجنس ربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح من سيداتنا ملكتنا كلنا ولدت لها القديسة الطاهرة مريم وجعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام بلاص بنتي وسلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا. Truly I believe that his divinity birthed not from his man for a single moment nor a twinkling of an eye given for us for salvation, remission of sins and eternal life to those who partake of him. I believe that this is true. Amen. 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 I believe that this is true. Amen. Pray for us and for all Christians who said to us concerning them, remember us in the house of the Lord. The peace and love of Jesus Christ be with you. Sing Alleluia. Pray for the worthy partaking of the Immaculate Heavenly and Holy Mysteries. Lord of Mercy. Succes Kyrie Eleison. أحب أفكركم بس يا جماعة اللي جاي يتناول يكون مميز أنه جاي بيتناول جسد ربنا ودمه وطبعا يكون مشارك الكنيسة في كل حاجة لأن ده سر الشركة. لو إحنا صايمين لو سمحت تكون صايم, لو مش صايم وعايز تتناول يبقى ابتداء من النهاردة تصوم وتيجي تقول لي قبل ما تتناول أنك هتصوم من النهاردة لو سمحت, ما تكونش في خصام مع حد لو سمحت, وتكون بتعترف لك باعتراف منتظم وما تكونش استخدمت التليفون لف انك عملت التليفون ولا عملت تكست مسج. لو عملت حاجه زي كده لو سمحت تذكر الكلام ده قبل ما تيجي تتناول. شكرا. هللويا 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 يسوع بكرستو سرنست بين ريكون من هون من هون من هون من هون من يا إيسو بكريستو سرنست بين ريكون من هون من هون من
pini ven maro ed motiro evrane me beshoi se benoti alleluia ito se beto Baraklatif smarab Baraklatif smarab Ito se bekereto terne sevinere Yegone ne me Eho ne me me Tene gon Praise God in all his Alleluia, Alleluia, Jesus Christ, blessed for us, for 40 days and 40 nights. Praise him in the firmament of his power. Alleluia, Jesus Christ, fasted for us 40 days and 40 nights. Praise him for his mighty acts. Alleluia, Alleluia, Jesus Christ fasted for us 40 days and 40 nights. Praise him according to the multitude of his greatness. Alleluia. Jesus Christ fasted for us 40 days and 40 nights. Praise him with the sound of the trumpet. Alleluia, Alleluia. Jesus Christ fasted for us 40 days and 40 nights. Praise him with psaltery and harp. Alleluia, Alleluia. Jesus Christ fasted for us 40 days and 40 nights. Praise him with timbrel and chorus. Alleluia, Alleluia. Jesus Christ fasted for us 40 days and 40 nights. Praise him with strings and organs. Alleluia, Alleluia. Jesus Christ fasted for us 40 days and 40 nights. Praise him with pleasant sounding cymbals. Alleluia, Alleluia.
days and 40 nights, waiting upon the symbols of joy and Jesus Christ fasted for us 40 days and 40 nights. Let everything that has breath praise the name the Lord our God. Alleluia. Yes, O Messiah, Sama Nerbain, Yama Nerbain, Laila Sikullah, Pigamia, Pedisi, Halleluia. سمعنا أربعين يوما وأربعين ليلة سبحوا في جلال قوتي هللويا هللويا يسوع المسيح صام عنا 40 يوما و40 ليلة سبحوا على مغفرتي هللويا هللويا يسوع المسيح صام عنا 40 يوما و40 ليلة سبحوا كثرة عظمته هللويا هللويا يسوع المسيح صام عنا 40 يوما و40 ليلة سبحوه بصوت البوق هللويا هللويا يسوع المسيح صام عنا 40 يوما و40 ليلة سبحوا بمزمار وكثار هللويا هللويا يسوع المسيح صام عنا 40 يوما و40 ليلة سبحوا بضفوف وصفوف هللويا هللويا يسوع المسيح صام عنا 40 يوما و40 ليلة سبحوا بأوتار وأغران هللويا هللويا يسوع المسيح صام عنا 40 يوما و40 ليلة سبحوه باسمك حسنات الصوت هللويا
يسوع المسيح صام عنا 40 يوماً و40 ليلة سبحوا باسمك تهليل هللويا هللويا يسوع المسيح صام عنا 40 يوماً و40 ليلة كلنا اسمى فلتسبح اسم الرب إلهنا هللويا يسوع المسيح صام عنا 40 يوماً و40 ليلة سبت ريك إياك أبي وإبن أمتي هللويا Jesus, we praise you, we're in Senor, oh, me,
Kiri en romi bi mai ro mi na ga to o bi ta ve sha سيح رحمهم فيه
مدين وحل بروح قدس سر عجيب وسر المسيح خرج إلى البرية للتسبيح فجاه الشيطان بوجه قبيح ليجربه مثل الإنسان فقال له إن كنت أنت المسيح والقول عنك هذا صحيح فقل للحجار يا بالتصريح صيري خبذا يشبه الجوان قال له اذهب عني يا شيطان لأنه مكتوب في سفر ديان ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكلمات الإمام لسر أرض الروح مرسيه جبت لبوعاً فأسن بيده Holy Spirit will fill their hearts. The Son will show them mercy on darkened day. يا ملاك هذه السعادات العلو بهذه التسبيحة قلنا أمام الرب اللي اغفر لنا خطايانا فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله العالم وعرض السلام الناس المصدر آمين الليلو يا زوك سابت ريكيوك عجيب نماتيك ننكايك توتيون استونيون آمين سنوشي فولنجوين مجيو بنشوي سيسوس بخريستوس النستبين ريا قلني مني أمي مني قد شانتك صوتين يا ملك السلام يا ملك السلام اعطينا سلامك ولنا سلامك واغفر لنا خطايانا لك الكل المجد والبركه العز الابد امين اللهم اجعلنا مستحقين كل بشكر ابانا الذي في السماوات تتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين